السلام عليكم، معكم عبد المجيد فتحي، مشبعية اليسامين المياه والبيئة. ذكر الإخوان في هذه الأزمة اللي كان مروا بها، أزمة صحية والحدود كلها مغلوقة. الناس اللي باغيين يديروا واحد السفر في البلاد، راه كاين تبارك الله مناطق جميلة جميلة جدا. أنا تفاجأت في أول مرة مشيت لمدينة تافراوت، مدينة جميلة جدا جدا، مدينة صغيرة نظيفة. هي كانت توجد تقريبا 180 كيلومتر من أكادير، وهي على ارتفاع، على واحد ارتفاع 1200 متر. فيها المدينة الجديدة الحديثة، وفيها مازال داك الدواور القدام، البناء، الديور في الجبال. للعلم تفرات تقريبا فيها 38 دوار، وكل دوار عنده واحد الخصوصية ديالو. إذا الإنسان اللي بغى يسافر مدينة تفرات من دون جميلة، لإنسان يستحق يشوفها. والسلام عليكم.